تقرير بتسجل فيه وزارة الداخلية مواصلة عملها في المرحلة ال18 من مبادرة كلنا واحد اللي بتتم بيه رعاية السيد الرئيس. انتوا عارفين بيوفروا للناس يعني بضائع وسلع كتيرة جدا بأسعار مناسبة، وده هذه المرحلة كمان داخلين بيها يعني بمناسبة الاحتفال ب 30 يونيو وعيد دخلة العيد، العيد الكبير كل سنة وانتم طيبين. سيبكم مع التقرير ونرجع نكمل مع بعض بعد الفاصل. تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتشمل باقي محافظات الجمهورية، وبذلك تمتد المبادرة إلى كل المحافظات، حيث أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 18 منها تزامنا مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتهدف من خلالها توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل إلى 40% مقارنة بماثلاتها خارج إطار المبادرة في 755 فرعا لكبرى السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والمتاح أسماؤها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنقدم للشعب المصري تخفيض على اللحوم في موسم اللحوم يصل إلى أكثر من 30% على أجود أنواع اللحوم، وبنقدم تخفيضات على كل السلع الاستراتيجية اللي يحتاجها المواطن لرفع العيب عنه. والله يا كويسة اللي أنا بوفر لك السلعة وبسعر رخيص، وبصراحة الحاجة ممتازة جدا جدا. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. كما يشارك كبار التجار والموردين في هذه المبادرة، حيث يتم توجيه سيارات محملة بالسلع الأساسية إلى الميادين الرئيسية لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من تلك التخفيضات، إضافة إلى الشوادر والمنافذ المقامة لهذا الغرض. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية تشارك في هذه المبادرة من خلال توجيه قوافل من المساعدات الإنسانية إلى المناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأشد احتياجاً، لتوزيع عبوات تحتوي سلع أساسية على المواطنين من قاطني تلك المناطق. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد، وجهت وزارة الداخلية قوافل خدمية إلى المناطق الحضارية الجديدة والمناطق الأولى بالرعاية، تضمنت خدمات طبية للكشف على المواطنين بالمجان في مختلف التخصصات وصرف الأدوية اللازمة لهم، كما تضمنت إتاحة خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية، يستطيع المواطن من خلالها الحصول على مصدرات القطاع في سهولة ويسر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر كلنا واحد. مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ولدعم الأسر المصرية، وتؤكد كل يوم نجاحها في هذا الاتجاه، وأنها المبادرة الاجتماعية الأهم على صعيد دعم المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي والحياة الكريمة لهم.